سلام البنات، ان شاء الله نهاركم زين. اليوم على بركه الله حنطيب الفطور غاتا بالشيفلور بالبيشاميل. وصفه بزاف بنينه تجي في الكوشه. قلت علاش لا نقسمها معكم. خفت ندير سطوري كيما درت التبيخه وعجبت احلى متتبعات. الوغ على بركه الله حكمت على الشيفلور تاعي، قطعته. تعرفوا كيفاش تنقوا الشيفلور؟ درته في الماء، درت كميه من الملح. شوفوا هاد، شوفوا البنات هاد لاستيوش، بس ما تقعدش الريحه تاع الشيفلور على بالكم ريحه تاعو قاصحه كي نغليوه. لميم الله يرحمها تعلمتها عليها منذ زمن قديم. نديرو مرسو خبز، مرسو خبز نديروه هكذايا يغلي مع الشيفلور باش يقتل لنا هذيك الريحه القاصحه اللي تقعد في الكوزينه. نخليوه يغلي بجانب. ومن جهه اخرى البنات عندي نص در، ولا عندكم بولي عشي نص در، قطعتو ديدي، سكرفشت زوج بصلات، سكرفشتهم ما درتهمش في الاشواغ. نزيد لهم شويه كركم، بيان سيغ فلفل كحل، فلفل اسود، شويه ملح ما نكتروش. ندير كميه من الزيت، نخليهم يتقلاو البنات، ومن بعد نمرقو شويه ماء ونخلي هذاك البولي هذاك مقطع ديدي نخليه يطيب براحته. ما مرقت ندير شويه معدنوس، نسيت ما درتوش مع اللوم. الفلور تاعي راهو طابلي، المرقه تاعي بكميه قليله من الدجاج. فوالا خليت مرقه شويه زياده على بالكم بلي الشيفلور يشرب. عندي كميه من الفرماج تختيني، قطعتو دي مورسو، ولا تقدروا تشرو حبات فرماج. عندي ان بلا هكذايا لكم اختيار. درت كميه من المارغرين، نحاول ندهن البلا تاعي كامل بالبانسو. فوالا بعد ما دهنت البلاطو نحكم هذاك الشيفلور تاعي اللي غليته في الماء والملح، نفرغه كامل في البلا. شوفوا ما عبصتو ما والو. نحاول نمشي الشيفلور تاعي، شوفوا البنات فوق البلا وبسباتشيل، ولا شوفوا كيش راني ندير. مانيش نعبز، مانيش هكذايا، راني هكذايا. فوالا هاد الوصفه بزاف بنينه. ما مولاتكم لما حبوا ما يحبوش الشيفلور ما تحلبوهمش، اكيد ما يفيقولهاش بلي تبان شغل البطاطا الكو بزاف بنين. دوكا واش نواسو، نحكمو هداك المرقة البيضاء اللي طيبت بيها مربعات الدجاج، نحاول نفرغها كامل هنا من الفوق. نكمل ندير الكمية كامل كما قلت لكم. شوفوا المرقة راهي زيادة لأن الشيفلور يشرب، شتو كي نديرو حنيونات هداك البيض يشربو كامل. فوالا هكدايا. واش نزيدو دوكا؟ ندير كميه من فرماج ابيض. فوالا لكم الاختيار، قلت لكم تحبوا دي مورسو، تحبوا ديروا كيما درت انا. فوالا شوفوا الوجه تاعو كاش تاع البنات. نخلوه هكذا بجانب ونروحوا نحضروا لا بيشاميل المعتمده لدي بطريقه جد سهله. في كاسونه البنات ندير نص ريتلا حليب، ندير شويه ثوم. لكن عندكم الثوم حبات ديروا سنه، سينو غبره. نديروا كميه من الثوم، فوالا كميه من الملح، ما ديروش بزاف. فوالا ندير كميه من الجبن كما راكم تشوفوا البنات. 5 مغارف فرينه بيان بومبي، في نص ريت الحليب ندير 5 مغارف، 2 3 4 شوفوا 5 مغارف في نص ريتلا. لا درتو ريتلا ديرو 10 مغارف. تانيك البنات نديرو فلفل اسود، نسيتو الملح والثوم وفلفل اسود لا بيشاميل. نخلط المكونات بهكذا مضرب يدوي صغيور، فوالا باش كي نضربو بالبغا ميكسور ما يلصقش، ما تلصقش هذيك الفرينه في البغا ميكسور. فوالا هكذايا رابيدمون نضربها بالميكسور. فوالا هكذا البنات مباشرة إلى الفرن. وعندنا مغرفة مارغرين أو زبدة نخلوها من بعد. شوفوا لابيشاميل تاعي أي راهي بدات تتقل، راهي نار قليلة ومستمرة في التخليط هكذايا.
شوفوا شوفوا كيفاش كيفاش اي تقالت في هذه المرحله. نطفي عليها، زيد ملعقه تاع المارغرين. راني نتلقى عده اهدار على كلمه خياتي البنات. كاين واحد المتتبع في القناه اليوتيوب قال لي انا نتبعك وانت طايحه علينا غير البنات البنات. عذرا اخي. الله ان شاء الله فكروني ديما نقول لخوتي خياتي. فوالا انا كي ندير الوصفه ماذا بيا كامل تستفادوا سواء رجال ولا نساء. وربي يحفظكم لي ان شاء الله ودمتم من الاوفياء المتتبعين الاوفياء ان شاء الله. هذه هي كريمه البيشاميل او صلصه البيشاميل. شوفوا نكونوا رابيد. فوالا شوفوا ما دارت لي ولا تكتلات، ناجحه. خير ما نديرو المارغرين مع الاول ونزيدو الفارينه تتقلى معك زيدي هكا هكا، كاين بزاف ما تنجح لهمش. هذه هي الوصفه السهله الناجحه حتى الريحه تاعها بسم الله ما شاء الله. فوالا نحي مغرفه صغيره ونحي نحكم الصلصه هذه بشمال مباشره البنات. نديرها هكايا فوق فوق لي غراتان ديالي، نكونوا رابيد باسكو تبرد تجمد. فوالا نحاول نمشيها كامل هكذايا حتى يتغطى السطح تاع الكغاتان ديالي هكذا البنات. شوفوا السطح كاع غطيته بالبيشاميل. فوالا الكوشه تاعي راهي تسخن، نديرها نار عاديه عاديه ماشي قويه قويه، نشعلو من تحت ومن بعد كي تبدا تحمر لنا باسكو كلش طايب ماكاش حاجه اللي نستناوها تمتم طيب غابيدمون. نشعلو من الفوق ابان باش تحمر البيشاميل ديالي. كاطي ان شيفلو راهو طاب لي البنات. شوفوا لا بيشاميل كاش 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 حمرت لي. فوالا نقسم نبدا نسقي نحكم بلاصي اسيات بلا. شوفوا الشيفلور تاعي بسم الله ما شاء الله. شوفوا نحاول نحافظ على الوجه. نتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع غراتان شيفلور في الكوشه بصلصه البيشاميل. خفيف يجي بزاف بزاف بنين مع عصير اليقطين. فوالا انا في راهو الوقت يقطين على راسو في المارشيات يجي بزاف بنين. شوفوا القوام ديالو ورائحه ولا اروع. شوفوا صلصه البيشاميل شوفوا كاش يجي لداخل. شاهدكم بالجنه لعشاق الشيفلون. شوفوا الفرماج الداخل كيفاش جا على شكل طبقه. البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه وبكم استمر. صح فطوركم ربي يدوم بوسطكم. سلام.